وفي نشرة سابقة قالت سعادة الأستاذة منى العلوي مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن الوزارة طبقت خطة تناسب المجتمع البحريني والثقافة الاستهلاكية وتحقق الأهداف المرجوة. بعض الدول أخذت الخطأ الأكثر تشدداً، يعني مثلاً أكثر من 25 دولة منعت الأكياس البلاستيكية، بعضها فرضت ضرائب. إحنا في منطقة الخليج درسنا شنو اللوائح الموجودة واستأنسنا بالخطة اللي تبع المملكة العربية السعودية، وتقريباً الخطة اللي راح نبدأها هي مماثلة، يعني مش جديد. لكن دائما احنا ندرس اي قرار نبغي نطبقه في مملكة البحرين، ندرس طبيعة الناس، طبيعة الاستهلاك، ما نفرض نفس اللي موجود في العالم. طالما يحقق الهدف ان احنا نقلل من مستوى الاكياس البلاستيكية، الهدف هذا اللي موجود نضع الآلية اللي تناسب مع الشعب. فعملية التحول هذه شفنا أن هناك بدائل يعني كثيرة، في بعضها مثل ما قلت أن تمنع، وفي بعضها موجودة أن خصائص معينة تضاف إلى مادة البلاستيك اللي هو الكيس، ويتم أن تسرع من عملية التحلل. فبالنسبة للمستخدم ما راح يحس بالفرق بين الكيس القديم والكيس الحالي، نفس الوظيفة، نفس الشكل، نفس الخصائص، وإنما في الفرق أنه هو هذا ما راح يبقى في البيئة لمدة طويلة.